الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا يا ربي إلى يوم الدين، وأدخلنا معهم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، هذه الشجرة يعني غريبة وعجيبة. نحن اليوم في 6/11 وقدنا في نهايات موسم السدرة، باقي تقريبا على الموسم 10 أيام، إذا وصلنا إلى 15/11 الحمد لله خير وبركة، واللي فرز فرز والله يبارك الجميع. المهم أحبتي الكرام، شوفوا هذه الشجرة، هذه من فصيلة الأكاسيا، وشوفوا إزهارها تبارك الله، شوفوا الزهرة عن قرب، رائحة للزهرة زكية زكية جدا، كثافة إزهار ولا توجد في أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في مدينة العين، فقط في مدينة العين، وسامحوني أنا ما بذكر مكان الشجرة فقط للحفاظ، وما شاء الله فيها بذور وفيها خير، والله أعلم أنها من فصيلة الأكاسيا أو من فصيلة القرض، والقرض برضو أكاسيا، لكن أعتقد أنها لأنها شوكة قوي جدا تقول مسامير. والأخوة اللي يشاهدون المقطع من المملكة العربية السعودية، الرجاء إذا يعرفون هذه الشجرة يخبرونا، وظني أنها ممكن تشبه الظهيانة اللي تطلع في المملكة، لا أعلم، الله أعلم، سبحان الله بيده الملك. جميلة جميلة جدا. شوفوا الإزهار هذا قده في النهايات، وهذه براعم جديدة لإزهار جديد. برضو في الجهة الثانية يوجد بذور، وهذا دليل على أن إزهارها أكثر من مرة في السنة، ربما تصل إلى 3 مرات أو 4 مرات، الله أعلم. وها شوفوا بذورها، هذه بذورها ما شاء الله، الله يبارك، شجرة عجيبة جدا، ما يمكن المنطقة ما حولها نحل كثير، ما أشوف شيء من النحل يهوي عليها، لكن المنطقة صادة ما في هنا نحل، ايه ما حولها نحل لا، ولكن الفراشات تحوم عليها من جميع الجهات مثل ما تشوفون، نحلية 100%، هذه الشجرة نحلية اكيد، حبوب رحيق وحبوب لقاح ما شاء الله تبارك الله. رايح ان شاء الله ان نتكلم مع اصدقائنا المختصين في من المهندسين وحبايبنا اللي مختصين في الأشجار البرية، وننسق معاهم ونشوف ونطلع اسمها العلمي، وبرضو إذا في حد من الأخوان اللي يشاهد الفيديو تعرف على الشجرة أرجو أن يعطينا معلومات عنها. هذا شجرة برية تنبت في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه أوراقها، شوفون أوراقها، هذه بذورها وهذه البذور، فالرجاء اللي عارف الشجرة هاي يخبرنا. شوفوا الشجرة عن قرب، شوفوا الشوك، وهذه الزهرة، وهذه الزهرة خلاص قطع النهايات، وهذه عاقدة زهر جديد ما شاء الله، يعني احتمال أنها تسحب إلى آخر 12، وهذا عز الطلب، وإن شاء الله أنها تسحب إلى 1، ما أعلم، الله أعلم. هذا بطويق، سبحان الله، هذا بطويق نازل على الزهرة، إذا أنا مو بغلطان، إيه نعم، هذا هو نازل على الزهرة بطويق، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حبينا نرويكم هذه الشجرة المميزة، ونأكد ونقول دائما وأبدا في بلادنا، في الإمارات، في الجزيرة العربية، في المملكة، في عمان، في أشجار نحلية بامتياز، ولكن تبغى إنسان ينزل وديان، إنسان يتعب ويفتش، وإن شاء الله الله ما يخيب عمل عامل ولا يخيب سعي ساعي، نحالين ينزلون للوديان، ينزلون للمناطق يشوفون، وكل من وجد شيء من هذه الأشجار الجميلة والرائعة النحلية لا يبخل على الناس بالمعلومات، والدال على الخير كفاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلونا ناخذ لفة حولها ونشوف الجهة هذه، ما شاء الله ما شاء الله ما
ما شاء الله. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا ما شاء الله، هذاك النحل نازل عليها. نعم نعم، هذاك النحل نازل عليها فوق هناك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه شجرة مبروكة بالصلاة على النبي، ما شاء الله. وظله ما شاء الله ظليل، ورائحة الزهور سبحان الله تصك في الراس، صك ودك ما تخوز عنها. شوفوا هذه ازهارها توه توه عاقده الزهور، وازهار قد فات، وازهار قد فات، والحمد لله ما شاء الله. هذا ما عندي احبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وان شاء الله راح نتابعها ونوافيكم بالمزيد، وراح نطلع منها بذور، وان شاء الله راح ننسق مع شركه براري يجون وياخذون منها شتلات ويسوونها في المنطقه هناك عندهم في المشتى البراري، وبالتالي بتكون ان شاء الله في متناول يد الجميع من نحالين ومن عشاق الزراعه ومن عشاق الاشجار البريه. الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.